الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيا بنا طلاب الصف السادس نبدأ بالدرس الأول لمادة التربية المهنية. افتح معي الكتاب صفحة رقم 8 وامسك القلم، لأنك سوف تخط على مجموعة من الأشياء المهمة المطلوب التركيز عليها وحفظها. أولاً الرعاف. ما هو الرعاف؟ بداية الرعاف هو نسف الأنف، وهي حالة تحدث للكبار، تحدث للأطفال، ولكن هذه الحالة لها مجموعة من الأسباب، تحدث في المدرسة، تحدث في الأماكن العامة، في الملعب، في الحديقة. هو مشكلة صحية بسيطة يمكن معالجتها بطريقة ووقت مناسب. إذا تمت معالجة الرعاف بوقت مناسب، بالوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة، فهو لا يؤدي إلى أي مشاكل أخرى. إذن الرعاف هو نزف الأنف، بمعنى خروج الدم من الأنف. هيا بنا نتعرف على مفهوم الرعاف نزف الأنف، صفحة رقم 8. الرعاف هو سيلان الدم من فتحة واحدة أو من فتحتي الأنف نتيجة تمزق الشعيرات الدموية الرقيقة في بطانة الأنف. إذن الرعاف أو نزف الأنف هو سيلان، هذا السيلان وسيلان دم يخرج من فتحة واحدة أو من فتحتي الأنف، لأنه بتتمزق الشعيرات الدموية الرقيقة الموجودة في بطانة الأنف. بطانة الأنف هي عبارة عن غشاء مطاطي رقيق بيحتوي على خلايا مخاطية وكمية كبيرة من الشعيرات الدموية، بيعمل على تدفئة هواء الشهيق وترطيبه. الرحمن الرحيم، السلام عليكم طلاب الصف السادس في مادة التربية المهنية. هيا بنا نبدأ بالوحدة الأولى الدرس الأول الرعاف. الرعاف، ما هو الرعاف؟ كلنا نعلم تماما أن الرعاف هو نزف الأنف، بمعنى الدم يخرج من الأنف. إذن الرعاف هو نزف الأنف، بمعنى أن الدم يخرج من الأنف. افتح الكتاب صفحة رقم 8 وامسك القلم وركز معي في الخطوات المهمة، وركز معي في الشرح. سوف أطلب منك أن تخط على الأشياء المهمة المطلوب التركيز عليها جدا. هيا بنا نتعرف بداية على الرعاف. الرعاف كما ذكرنا هو نزف الأنف، وهو حالة تحدث للكبار، تحدث للصغار، تحدث للأطفال، ولها مجموعة من الأسباب، وتحدث في أماكن مختلفة، مثلا في المدرسة، في الملعب، في الحديقة، في الأماكن العامة وغير ذلك. الرعاف هو من المشاكل الصحية البسيطة التي يمكن تداركها ومعالجتها والتخلص منها سريعا، لكن إذا أجري الإسعاف الأول في الوقت المناسب وأجري بالطريقة المناسبة. بداية هيا بنا نتعرف على مفهوم الرعاف أو نزف الأنف. هو سيلان الدم من فتحة واحدة أو من فتحتي الأنف نتيجة تمزق الشعيرات الدموية الرقيقة في بطانة الأنف. إذن هو سيلان الدم من فتحة واحدة أو من فتحتي الأنف نتيجة تمزق الشعيرات الدموية الرقيقة في بطانة الأنف. وما هي بطانة الأنف؟ هي غشاء مخاطي رقيق يحتوي على خلايا مخاطية وكمية كبيرة من الشعيرات. هذه الشعيرات الدموية بتعمل على تدفئة هواء الشهيق وترطيبه. الرعاف له مجموعة من الأسباب. هيا بنا نتعرف بداية على أسباب الرعاف.
أولاً أسباب بيئية، ثانياً أسباب موضعية، ثالثاً أسباب مرضية. إذن أسباب الرعاف أسباب بيئية، أسباب موضعية، أسباب مرضية. يحدث الرعاف أو نزف الأنف من أسباب عديدة، منها أولاً أسباب بيئية، ارتفاع درجة الحرارة والارتفاع عن سطح الأرض والاختلاف في الضغط الجوي والتعرض للشمس مدة طويلة. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، درجة الحرارة المرتفعة وارتفاعها يؤدي إلى الإصابة بالرعاف أو الارتفاع عن سطح الأرض. إذا كنت أنا في مكان مرتفع جدا عن سطح الأرض فهذا قد يؤدي إلى الرعاف. الاختلاف في الضغط الجوي وإذا تعرضنا إلى الشمس لفترة طويلة ومدة طويلة قد يؤدي إلى الإصابة بالرعاف. اثنين، أسباب موضعية. أسباب موضعية مثل الصدمة المباشرة للأنف، مثلا إذا تعرض الأنف إلى صدمة، إذا تعرض إلى صدمة في الأنف أو إلى ضربة أو كدمات في الأنف فهذا يؤدي إلى الإصابة بالرعاف، وجفاف بطانة الأنف تؤدي إلى الإصابة بالرعاف. وهناك أسباب مرضية، ومن هذه الأسباب المرضية إصابة الأنف بالالتهابات. إذا أصيب الأنف بالالتهابات فإنه يؤدي إلى الإصابة بالرعاف، وأمراض الدم أيضا تؤدي إلى الإصابة بالرعاف. أمراض الدم تؤدي إلى الإصابة بالرعاف. إسعاف الرعاف أو نزف الأنف، تمرين رقم 1 صفحة رقم 9. ركز معي بالخطوات، سأقوم بقراءتها. الخطوات طويلة لم أقم بسردها، سوف أقوم بقراءتها ومناقشتها معكم. افتح معي الكتاب بداية صفحة رقم 9. افتح معي الكتاب صفحة رقم 9. كتاب صفحة رقم 9 حتى نقوم بالتعرف على خطوات إسعاف الرعاف. أولاً، ما هو المطلوب من هذا النشاط أو من هذا التمرين؟ هو التعرف على كيفية إسعاف شخص مصاب بالرعاف. أولاً، يجب الإسراع في وقف نزف الأنف عند الشخص المصاب تجنباً لحدوث أي مضاعفات، لأن عدم إجراء الإسعاف في الوقت المناسب يؤدي إلى فقدان المصاب كمية كبيرة من الدم تتسبب في حدوث مشكلات صحية. إذا إحنا لما بنقوم بعملية الإسعاف الأولي إحنا بنحاول إنه الموضوع ما يتطور في صحة المريض، ما يصير وضع المريض في خطر، بنحاول نعالج الموضوع من الأول حتى نحافظ على صحة وسلامة المصاب لحين ما أنقله إلى مستشفى أو إلى مركز صحي إذا شعرت إنه الأمور ليست كما يرام أو بأن الوضع وضع الخطر لم يزول أو شعرت بأن المريض حدثت له مشكلات صحية أكبر من النزف أو نزول الدم مثل حالات فقدان الوعي أو الإغماء أو غير ذلك من المشكلات الصحية التي يسببها الرعاف. فبداية يجب العمل أولا الإسراع في وقف النزف الأنف عند المصاب حتى نتجنب أنه تحدث عندنا أي مضاعفات، لأنه عدم إجراء الإسعاف في الوقت المناسب بيؤدي لفقدان المصاب إلى كمية كبيرة من الدم تتسبب في حدوث مشكلات صحية. في عندنا مجموعة من المواد والأدوات والتجهيزات اللازمة. أولاً، شاشة على شكل فتيلة، فوطة من القماش أو الشاش، فازلين، وعاء، ماء بارد، ماء وصابون. هيا ننتقل إلى الصور والتوضيحية وخطوات العمل صفحة رقم 10. هيا ننتقل إلى خطوات تنفيذ التمرين. أولاً، رقم 1، راعي متطلبات الصحة والسلامة العامة وذلك بارتداء قفاز اليدين ومريول العمل
واستخدام الأدوات في أثناء العمل استخداماً صحيحاً. إذا لازم نرتدي قفاز اليدين مرجول العمل، ونستخدم الأدوات في أثناء العمل استخدام صحيح. رقم 2، استخدم المواد والأدوات النظيفة اللازمة للعمل. علينا أيضاً الالتزام بالهدوء التام، نطمئن المصاب بأن وضعه يعني في حالة جيدة وسوف يكون في صحة جيدة، لأن هذا يؤثر على نفسية المصاب بشكل كبير. وبنحاول نبعد عن مكان فيه يكون شمس، ببعده عن أي مكان متوجهة عليه الشمس، وبحاول أنه يجلس في مكان في ظل، يعني بساعده أنه يوصل لأي منطقة فيها ظل. رقم 4، يجلس المصاب بشكل مستقيم ورأسه منحني قليلا إلى الأسفل. يجلس المصاب بشكل مستقيم ورأسه منحني قليلا إلى الأمام ومتجه إلى الأسفل قليلا. وأقوم بوضع المناديل تحت أنف المصاب حتى ما تتسخ الملابس بالدم. أقوم بوضع مناديل تحت أنف المصاب حتى ما تتسخ ملابس المريض بالدم، ثم أطلب من المصاب أن يتنفس من فمه. أطلب منه أن يتنفس من فمه، ما بطلب يتنفس من أنفه حتى ما يعود الدم إلى الحلق مرة أخرى. أضغط مدة 10 دقائق متواصلة ضغطا خفيفا، وحاول الاستمرار في الضغط على الأنف ومحكما بالإبهام والسبابة. بضغط على العظمة، على عظمة الأنف مباشرة مدة 10 دقائق. بحاول أستخدم كمادات ماء بارد على الأنف والجبهة، وبستمر في الضغط على الأنف أيضا كمان مدة 10 دقائق. أقوم بإحضار شاشة وأضع عليها الفازلين الطبي، ثم ألفها على شكل فتيلة في الأنف لحتى ترطب الأنف من الداخل بعد توقف النزف. ثم بطلب من المصاب أنه يرفع رأسه وما يتمخط ولا يتمخط. بطلب من المصاب يرفع رأسه ولا يتمخط مدة لا تقل عن 4 ساعات، ولا يجهد نفسه حتى ما يعود النزف مرة أخرى. إذا بطلب من المصاب يرفع رأسه وما يتمخط مدة لا تقل عن 4 ساعات حتى ما يعود النزف مرة أخرى. إذا استمر الرعاف أكثر من 20 دقيقة أو كانت كمية النزف كبيرة، بحاول إني أطلب المساعدة الطبية فوراً، لأن المصاب ممكن في هذا الوقت نتيجة نزف كمية كبيرة من الدم يتعرض لآثار جانبية أخرى مثل الدوخة، فقدان الوعي، هبوط ضغط الدم. إذا بحاول أطلب المساعدة الطبية إذا استمر الرعاف أكثر من 20 دقيقة أو كانت كمية النزف كبيرة جدا، وما عرفت إني أسيطر على موضوع النزف، فبطلب المساعدة فورا حتى ما يتعرض المصاب لأضرار وأمراض صحية أخرى مثل فقدان الوعي أو الدوخة أو هبوط ضغط الدم. وبعد ما أنتهي من عملية الإسعاف الأولي، بنظف جميع الأدوات اللي أنا استخدمتها وبرجعها لمكانها المخصص، وبترك ورائي المكان نظيف، وبغسل يدي جيداً بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل دون ما أسرف في الماء. لدينا هنا سؤال، فكر صفحة رقم 12، لماذا يجب على المصاب بالرعاف التنفس من الفم لا من الأنف لمنع رجوع الدم إلى الحلق؟ إذا لماذا يجب على المصاب بالرعاف التنفس من الفم لا من الأنف
حتى ما يرجع الدم إلى الحلق. إذن لمنع رجوع الدم إلى الحلق، لمنع رجوع الدم إلى الحلق لدينا هنا طرق وقاية من الرعاف. طرق الوقاية من الرعاف يعني كيف أنا بدي أحمي نفسي وأقي نفسي من الرعاف. أولاً تنظيف الأنف بلطف وبالطريقة الصحيحة وعدم العبث به. تنظيف الأنف بلطف وبالطريقة الصحيحة وعدم العبث به. بنظف الأنف بلطف وبرفق وبطريقة صحيحة وما بعبث فيه. اثنين، عدم إدخال أدوات حادة في الأنف. بحاول إني ما أستخدم أثناء الإسعاف الأولي أي أداة حادة داخل الأنف. عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مدة طويلة. طبعاً أشعة الشمس والتعرض لها مدة طويلة بصير عندنا رعاف، بيؤدي إلى الإصابة بالرعاف. فعشان أحمي نفسي وأقي نفسي من الإصابة بالرعاف ما بتعرض للشمس مدة طويلة، وبراجع طبيب في حالة التهاب الجيوب الأنفية. هذه الجيوب هي حجيرات مملوءة بالهواء توجد داخل عظام الوجه وتحيط بالأنف، أو إذا تكرر النزف من الأنف. في أي حالة بصادفها بشعر فيها بخطورة أو عدم الأمان أو أنه صحتي في حالة مضطربة مثل حالة الجيوب الأنفية، وهي عبارة عن حجيرات مملوءة بالهواء توجد داخل عظام الوجه وتحيط بالأنف، أو إذا تكرر مع النزف مرة ثانية، فورا براجع الطبيب، ما بسكت على حالات الرعاف. ودائما بحاول إني أرطب الأنف بقليل من الفازلين أو غيره من المراهم. بستخدم الفازلين أو مراهم خاصة بالأنف، بعمل على ترطيب الأنف من الداخل، لأنه جفاف الأنف بيؤدي إلى الإصابة بالرعاف، لأنه بتتشقق عنا بطانة الأنف وبيخرج الدم. يوجد هنا الأسئلة صفحة رقم 14. هنا سؤال رقم 6، أصيب أحد أفراد أسرتك بسبب سقوطه على وجهه بنزيف في الأنف، مستفيدا مما تعلمته في درس الرعاف، أكتب عما يأتي. اشرح لأفراد أسرتك كيفية الإسعاف الأول للرعاف وقم بمساعدتهم في ذلك. طبعا الخطوات كلها هي أمامنا موجودة من خطوة 1 لخطوة رقم 12، هم نفسهم أصلا الخطوات الموجودين في الكتاب من خطوة رقم 1 لخطوة رقم 12. ما هو شعورك بعد أن ساهمت بإسعاف أحد أفراد أسرتك؟ أشعر بالفخر والسرور لأني قمت بعمل صالح ومفيد، وهو إسعاف أحد أفراد أسرتي. طبعا كل طالب هنا بيعبر عن رأيه. ما رأيك في من يفزع لدى رؤيته شخص ينزف من أنفه ولا يساعده، وما أثر ذلك على الشخص المصاب؟ طبعا هو سلوك غير صحيح، سلوك غير إيجابي، سلوك خاطئ، هو شخص غير متعاون، لأنه يؤثر على نفسية المصاب، وهو أيضا يؤخر في شفائه وإسعافه. الرجاء دراسة ما تناولناه اليوم في موضوع الرعاف، تعريف الرعاف، مفهوم الرعاف، تعريفه، أسبابه، وخطوات الإسعاف، خطوات إسعاف الشخص المصاب بالرعاف، وأيضاً دراسة الوقاية من الرعاف، وحل أسئلة الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.